هز انفجار ضخم يوم الأحد الماضي منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول، وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم 2 في حالة حرجة. وكان من بين الضحايا الطفلة يامور أوتشار البالغة من العمر 15 عاما ووالدتها السيدة أرزو. تبين لاحقا أن الطفلة هي ابنة الممثل التركي الشهير نور الدين أوتشار، بطل مسلسل قيامة أرطغرل الشهير، حيث ظهر الممثل نور الدين في حالة من الصدمة والحزن الشديدين بعد فقدان ابنته وزوجته السابقة في تفجير تقسيم، وبدا منهارا باكيا على جنازتهما بمنطقة شيرينافلر في مشهد أثار تعاطف وحزن الكثيرين من المتابعين. كتب نور الدين في نعيه لابنته: ليكن قبرك نورا في الجنة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطفلة يامور كانت في نزهة بشارع الاستقلال مع والدتها أرزو عندما انفجرت القنبلة فجأة. وعرف نور الدين أوتشار بظهوره في المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة أرطغرل، الذي حظي بنسب مشاهدة عالية في العالم العربي. وأثارت هذه الجريمة ردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعض منها، والبداية مع تعليق منيرة. كيف علقت منيرة عن هذا الحادث المأساوي والمؤلم؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الموتى ويتقبلهم بقبول حسن، والله يصبر أهاليهم ويربط على قلوبهم ويشفي الجرحى، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من ملاك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أجرنا من الفتنة، الله يتغمد من ماتوا برحمته زوجته وابنته، ربي يرحمهم إن شاء الله يا رب. تعليق من إيمان عادل تقول: إيمان ربنا يصبر ويرحم المتوفين، هذا ابتلاء صعب، وحسبي الله ونعم الوكيل، المجرمين ما عندهم فرق بين هذا وبين ذاك، كل الأبرياء يموتون في سبيل أعمالهم الدنيئة، والإرهاب قاتل للشعوب والأنفس والأبرياء، والله يرحمهم وينتقم من المجرمين القاتلة. هناك تعليق من كنان يقول: كنان في تعليقه عن وفاة ابنة الممثل التركي الشهير: مؤلم جدا، والله يمسح على قلبه، والله يرحم اللي ماتوا بالانفجار وينتقم من المجرمين القتلة. خطية شنو رايحين نزهة بسيطة وتالي صاروا بنص الانفجار، الله يرحمهم ويثبت قلبه. ماذا قالت إيمان عادل في تعليقها؟ تقول إيمان في تعليقها: بأي ذنب قتلت هي وأمها المسكينة؟ شنو ذنبها؟ وليش هيك يقتلون الناس الأبرياء على موت خلافات تاريخية؟ والأطفال شعليهم واللي رايح سفرة أو رايح يفتر شوية وتجي هاي القنبلة عليه وتقتله، ليش؟ الله ينتقم من اللي كان السبب.